Ya Fatih, Laylatul Qamama ashwa'iyan. Why though? It's just one piece of trash. It doesn't really matter. Man qol innal qamama alwahida laysa laha ta'sir bal min bidayati as-saghira tabda jami'al mashakil al-kabira. A big issue? How big is it really? Is trash really that harmful to the environment? Anta tulqil qamama alwahida bitaraqati aswa'iyya iza istamarta hadhihi al'ada fa bita'kid lan tulqi faqat qamama wahida wa iza fa'alta dhalika tuwa shahri kamil fatumtil arda bil qamama wafiqan li bayanati nizam ma'lumat idaratil qamama alwatani li wizaratil bi'a wal ghaba fil 'am 2022 بلغ إجمالي تراكم القمامة على صعيد الوطني 21 مليون طن. هذا فقط في إندونيسيا، فماذا عن العالم بأسره؟ استنادا إلى بيانات من ساينس إم إي جي، فإن إنتاج القمامة البلاستيكية العالية في عام 1950 بلغ إنتاج القمامة العالمي حوالي 2 مليون طن سنويا، بينما بعد 65 عاما في عام 2015 بلغ إنتاج القمامة حوالي 83 مليون طن سنويا. هذا رقم زاد أكثر من 190 مرة مع متوسط زيادة حوالي 85 طن سنويا. الآن أنت تفهم أننا كبشر وكمسلمين الحقيقي يجب أن نلتزم بأوامر النبي بالمحافظة على نظافة البيئة. Imam, where they should be thrown, huh? There are three trash bin there, you know. إذا كان توزيع القمامة يتضمن ثلاثة أقسام العدوية وغير عدوية وبثلاثة. أولا هناك القمامة العدوية. القمامة العدوية تحتوي على بقايا الكائنات الحية مثل بقايا الطعام وأوراق الشجر والزهور الزابلة بشكل عام، كل ما يمكن أن يتحلل. ثانيا هناك القمامة غير العدوية. هذه القمامة لا يمكن أن نتحلل مثل الورق والكرتون والحديد والزجاج وبلاستيك ومواد أخرى. الثالث هي القمامة بثلاثة. القمامة بثلاثة هي الفطرة والسامة للبيئة مثل بطاريات مستعملة ودهانات سامة ومواد كيميائية السامة. والقمامة التي تمسكها تدخل ضمن القمامة غير عدوية لأن الزجاجة مصنوعة من بلاستيك التي لا يمكن أن يتحلل. Allah